اهلا وسهلا بكل البنات اللي متابعيني او اول مره يشوفوني. معاكم رضوى جلال وحلقه جديده هنا في قناه حجاب ستايل باي رضوى جلال. والنهارده حلقه مختلفه جدا. انا حابه اعمل الحلقه دي يعني مرات كتير عشان دي من اكتر الحاجات اللي انتوا بتسالوا عنها ومش بقدر ارد عليها بشكل وافي في التعليقات، وهي نوعيه الحلقات اللي انا بشرح فيها تريكس وشويه حاجات تقنيه اكتر في الموقع، يعني مني بوريكم قطع زي القطعه اللي انا لابساها دي. طبعا هتلاقوها في صندوق الوصف مع كود الخصم، ولكن حابه برضو اوريكم حاجات ذكيه في الشراء من المواقع، بالذات المواقع اللي هي المعقده شويه او المليانه منتجات وهكذا زي موقع شيئن. فعشان كده ان شاء الله النوعيه دي هتلاقوها كتير في القناه، فبتنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان ما تفوتكمش الحلقات الجايه. ويلا بينا. طبعا مما لا شك فيه ان موقع شيئن موقع كبير وعليه تنوع رهيب، وتقريبا اغلب الناس دلوقتي اغلب الناس في اغلب الدول جربوه سواء مره او اكتر. قد نجتمع او نختلف عن بعض الحاجات اللي ليها علاقه بالموقع، ولكن هو عليه برضو كم كبير. ولو حد عايز يجيب حاجات كده خفيفه ومتنوعه بقى، حاجات بيت على حاجات اساسيه على لا ممكن يساعد كتير. فاحنا كنساء من اكتر الحاجات اللي بتهمنا وهي التوفير، ازاي بشويه حاجات تقدري توصلي لاكبر خصم على موقع شيئن لحد ما توصلي يمكن ان الاوردر بتاعك ينزل لحد 80% من سعره. هل ده ممكن؟ ممكن، بس بذكاء جدا. في شويه تريكس كده على الموقع بتخليه يفرق جدا جدا في التوتال اماونت في الاخر. وانتوا نفسكم بعد ما اقول التريكس كلها، وطبعا انا هوريها لكم على الابلكيشن زي ما انتوا شايفين كده، هسكرول معاكم وهشرح كل حاجه، هتقدروا تجربوها. وطبعا اكتبوا لي في التعليقات ايه اللي من الحاجات دي اللي ظبط معاكم، ايه اللي ما ظبطش، وهكذا نتبادل الخبرات عشان احنا كنساء مش هنرحم ونوصل لاكبر خصم من موقع شيئن. فيلا اقول لكم اول خدعه او اول تريك على موقع شيئن، ان هو بيدي خصم خاص 10% للستودنت. ده من خلال لما بتيجوا تحملوا الابلكيشن بتروحوا. مهم جدا تعرفوا ان الستودنت بيبقى ليهم خصومات على شيئن. انتوا بتقعدوا تسكرول على الستودنت اونلي، تمام، بتبقى سيل. هي طبعا مش شرط تبقى في كل البلاد، بس هي بتبقى موجوده زي ما انتم شايفين. بيطلب منكم ان انتوا تحطوا بياناتكم وتحطوا الاي دي الخاص بيكم، تمام، كده شويه ان هو زي ما بيقولوا يعمل زي تعريف للبيانات دي، وبعد كده بيرد عليكم لو هي حقيقي ان انتوا ستودنتس وبياخد الداتا وبيديكوا 10%. تاني نقطه ودي لكل الناس وعمليه جدا، واللي هي الفلاش سيل. لما بتيجوا تفتحوا ابلكيشن بتاع شي ان بتدوسوا على علامه دايما بتبقى موجوده فلاش سيل. فلاش سيل يعني بتبقى سيل في الوقت معين، تمام، بتدوسوا عليها بتطلع لكم الحاجات اللي موجوده دلوقتي خلال كام ساعه. والحلو ان انتوا ممكن تفتحوها دايما بشكل دوري، هتشوفوا الايتيمز اللي عليها سيل في الفتره دي يعني، بس بتبقى وقت معين وانتوا ممكن تتابعوها بشكل دوري. انتوا ممكن تكون في منتج مثلا انتوا بتحبوه وغالي ويكون هم يعني لسه سعره مرتفع، فما يدخل في الفلاش سيل في الوقت ده انتوا على طول تقوموا حاطينه في الكارد، وطبعا تكونوا شارينه لان وقته بيكون قليل، وبعد كده بيتشال الخصم الخاص بالفلاش سيل. النقطه الثالثه وهي صدمه، شي ان بيديكوا زي بوينتس على عدد المرات وعدد الساعات اللي انتوا بتبقوا قاعدين تقلبوا عليه في الموقع. لو انتوا عاملين اكونت في حاجه اسمها ديلي بوينتس، انتوا بتخشوا تكتبوا ان انتوا عاملين اكتف لموضوع الديلي بوينتس ده، بحيث ان هو يبقى بيحسب عدد المرات وعدد الاوقات اللي انتوا بتبقوا قاعدين عليها. هي مش بتكاونت كتير، بس تخيلي الوقت اللي انت قاعده على الابلكيشن هو بيديكي بوينتس ان انت اكتف يوزر. وطبعا هنيجي للنقطه اللي بعد كده وهي شبهها شويه، دي برضو يعني متعلقه بفكره ان انت يكون عندك اكاونت خاص بيكي، ان انت تعملي ليكي زي ريفيوز. لو انت عامله اكاونت وكل مره بتحطي تقييم للقطع اللي انت جبتيها قبل كده وتصوريها، ده بيديكي بوينتس وبتتسجل عندك في الاكاونت الخاص بيكي، الحساب اللي انت بتشتري منه من خلال موقع. الشيء اللي بعد كده هي الفاوتشرز. انتوا لما بتيجوا تشتروا من على شيء ان هو اصلا لوحده الابلكيشن ساعات بينزل فاوتشرز، سواء انت كنت من اول مره نزلتيها وبقى عندك كذا فاوتشر في قسم الفاوتشرز الخاص بحسابك انت. فخلي بالكم بس ان الفاوتشرز دي بيبقى ليها وقت وبعد كده هتكسباير، فانتوا المفروض بتخشوا وتلاقوا عندكم هو كل فتره ممكن يحط فاوتشرز وانت مش واخده بالك، فكل مره قبل ما تشتري اعملي تشيك هل عندك فاوتشرز اللي هي
كوبونات خصم او اسمها ستيكرز خصم موجوده جوه حسابك ولا لا، دي برضو بتساعدك في الخصومات. والحاجه اللي بعد كده هي شبيهه شويه، ان ساعات بيبقى فيه فاوتشرز للشيبينج، فري شيبينج، خاصه في بعض الدول ساعات بيبقى فيه اوفرز ليها علاقه بحاجه، مثلا مثلا عيد قومي في دوله خليجيه وهكذا. يعني دايما السعوديه خاصه والامارات وكذا دوله بيعملوا في اوقات فاوتشرز زياده، خصومات في العيد القومي والحاجات دي. لازم تخلي بالك ان انت تتابعي الديلي فاوتشرز او اللي هي الخصومات الخاصه بحسابك انت كده. في برضو في الابلكيشن حته قسم اسمه السيل اللي هو قسم الخصومات. انا زي ما قلت لكم هتكلم بالانجلش عشان الانجلش بيبقى اوضح في الحاجات دي. انتوا اول ما تفتحوا الابلكيشن غير قسم الفلاش ديلز في قسم تاني بيبقى اسمه سيل. السيل ده هتلاقوه موجود زي ما انتوا شايفين. اوكي، القسم ده تقدروا تلاقوا عليه بقى الحاجات اللي عليها خصم، تمام، بتطلعيها وتشوفي اللي عليها. طبعا دي بتبقى عليها خصومات زياده وبتبقى دايما العلامه اللي هي احمر واسود. طبعا في حاجه اسمها لايف شي ان، مش كتير يعرفوا بس هم احيانا في بعض الايام بيعملوا لايف ستريم حسب الموسم. يعني مثلا اكيد في الوقت الجاي ده في الكريسماس هم هيعملوا مثلا لايف في وقت معين، بيبقى في وقت معين انتوا بتدخلوا على الموقع او على الابلكيشن بيبقى فيه خصومات على لايف ستريمينج، حد بيوري اللبس وفي نفس الوقت بتنزل تحت كايقونات المنتجات دي بتبقى عليها خصومات زياده. فانتوا لما بتخشوا في نفس التوقيت ده وتشتروا القطعه دي اللي هي بتبقوا شايفينها في اللايف بيبقى عليها خصم زياده. هو قلت لكم هو يعني موقع شي ان تريكي شويه، يعني عايز حد مصحصح لو عايزه توصلي للخصومات الخصومات الخصومات. في طبعا طرق زي اللي بقولها. وبعد كده النقطه اللي بعد كده هتلاقوها برده موجوده في موقع شي ان، وهي باي 2 وبتاخد 50%. كتير في الحاجات لما تيجي تشتري في قسم او بيظهر لك على بعض القطع انك لما تشتري القطعه اللي بعدها دي او القطعه دي هتاخدي 50% على القطعه الثانيه. ده عرض ساعات بينزل وبينزل على قطع معينه او بينزل بشكل عام حسب الموسم والوقت، بس لو ركزتي هتلاقي دايما هو بيشجعك على القطعه الثانيه او القطعه الثالثه وهكذا، اللي هي بيبقى اسمها باندلز او البيع بكذا، يعني بيع اللي بيعتمد انك تاخدي كذا قطعه معاه. برده هتلاقوا في حاجه في موقع شيئين اسمها شوب ذا هوتست، يعني الحاجات اللي بيبقى عليها سحب كتير هم بينزلوها بسعر اقل. بيقولك اشتري الحاجات اللي هي الترندي، ففي الاغلب بيدوا على الترندي دي خصم زياده. فانت تخلي بالك انك تشوفي العلامات لان هو بتبقى حاجات فعلا حلوه وعليها خصم زياده. كده بعد كده هتلاقي برضو في بعض الحاجات خاصه الاكسسوارز هتلاقي حاجات بيقولك لو ذان 5 دولارز، لو ذان يعني هو بيجمع لك كولكشن وبيحطه كله بسعر موحد. طبعا ده بيخلي حاجات في النص حلوه جدا تقدري تاخديها بسعر اقل من قيمتها لو انت بتعرفي تنقي كويس وعارفه ان الحاجه دي يعني كهي كشكل نازله خصم وهي فعلا شكلها اقيم من الكاتيجوري اللي هي فيه كسعر. يعني هي وسط الكوليكشن ده هي اصلا اقيم من كده، فانت شويه بتحتاج مهاره في الذوق بس بتقدري تنقي قطع. طبعا نفس التريك دي هتلاقوها في اللانجري وهتلاقوها في الملابس البيسكس، يعني الحاجات الصغيره هتلاقوا مثلا ايه قطع اقل من 19 ريال، قطع اقل من 10 دولار، قطع اقل من 5 دولار. هم بيبقوا حاطين برضو كوليكشنز باسعار اقل في الملابس وفي بعض الحاجات حتى في حاجات المنزليه على حسب البلد اللي انت فيها، لان شي ان الابلكيشن بيفتح على حسب البلد. هتلاقي في سكشن مخصوص للحاجات المتجمعه اللي بتبقى كلها متسعره بسعر موحد او قليل، ودي بيبقى فيها فعلا زي ما بيقولوا حاجات لقط او حاجات مميزه. طبعا هي نفس الفكره بتاعت السيلز، هو كمان احيانا هتلاقيه في اول صفحه بيبقى حاطط ان في حاجات 30% 60% خصم، بيبقى حاطط كوليكشنز عليها خصم اضافي. بتلاقي حسب الستيكر اللي موجود انت لازم تفولو ده. في برضو بيبقى اوفرز حسب البلد، يعني مثلا في اوفر تاني بيقول لك 5 ل 30% خاص، 5 قطع ب 30 ريال. ده طبعا عشان لو انت مثلا فاتحه في دول الخليج، حسب هو دايما بيعمل لك تجميعات. خليكي انت ذكيه بقى وتشوفي الخصومات دي وبتقدري من خلالها تعملي باندلز، سواء هو بقى بيكون مديكي باندلز او مديكي عرض في اليوم ده. وطبعا مش عايزه اصدمكم بس في بعض البلاد، طبعا مش في كل البلاد بس اكيد منكم حابه هيظهر لهم بالذات اللي في بلاد اجنبيه، شي ان بيعمل تعاون مع ابلكيشنز مثلا العاب او ابلكيشنز مثلا بتتحط على الموبايل، انك لما بتنزل الاب ده او بتلعب اللعبه دي بتاخد بوينتس وبتخليك تاخد قطع ببلاش. انا عارفه انتم ممكن تصدموا بس فعلا في حاجه زي كده مش بتظهر في كل البلاد، لان قلت لكم اللي هو شي ان ده بيشتغل
بنظام انت في انهي لوكيشن، انهي بلد اللي هتشيب عليها، فهو مقسمين البلاد. هتلاقي حتى العروض في السعوديه يختلف شويه عن العروض اللي في مثلا في افريقيا، بتختلف عن العروض اللي في اوروبا في امريكا وهكذا. ولكن انت بقى زي ما قلت لكم الفكره فين، هما بيبقى الصفحه الرئيسيه خصومات زياده وبندلز. وكمان في تريك ان انت لو خدتي بعدد كبير الرقم الثمن المجموعة بسعر كبير بيديكي خصم كبير جدا. فقلت لكم كده انتوا حتى كل ما تزودوا الرقم، لو عملتي انتي جمعتي مثلا اوردر ليكي ولاخواتك وكده، طبعا الرقم الكبير بيديله خصم اضافي غير كل اللي انا قلته ده. وبكده اكون الحلقه انتهت. اكتبوا لي تحت في التعليقات مين فيكم جرب التريكس دي. طبعا في بقى غير كل اللي انا قلته ده كود خصم اضافي اللي انا ببقى حاطاه لكم، هو هاي رضوى. الخصم الاضافي ده كمان بيديكم على كل التوتال ده، بتحطوه في الكود قبل الشراء. وبكده وبكده تكون حلقتنا انتهت. يا رب تكون عجبتكم. اكتبوا لي تحت في التعليقات مين الحاجات دي انتوا استخدمتوها قبل كده. واشوفكم على خير. باي باي.